جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أبهى رسالة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول نون لا، تقول: هل تقبل الصدقة عن والدي المتوفى وقد كان لا يصلي إلا نادرا، إلا أنه قبل وفاته بأسبوع صلى صلاة الجمعة فقط دون بقية الفرائض، ثم صلى الجمعة التي تليها والتي توفي فيها ليلة السبت، وقد تلفظ بالشهادة قبل الموت، هل يجوز الاستغفار له وكفالة الأيتام والأجر له والدعاء له بالخير؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن ترك الصلاة خطير جدا، ومن تركها متعمدا حتى خرج وقتها فإنه يرتد بذلك عن دين الإسلام، كما تدل عليه الأدلة كقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أهل السنن. ولا حديث في هذا، والآيات والأدلة كثيرة في كفر تارك الصلاة. وما ذكره السائل من حالة والدهم، وأن ظاهر حاله أنه تاب في آخر حياته، وأنه نطق بالشهادتين عند الوفاة، فيرجى له التوبة من الله سبحانه وتعالى. ظاهر حاله أنه تاب، فلا بأس بالاستغفار له والدعاء له، لأنه مات على التوبة إن شاء الله، ولكن كان محرطا ومضيعا. ولكن من تاب الله عليه، والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نعم.